حياة مع عبد المجيد فرحات، برنامج أسبوعي يجيكم كل نهار أحد من العشرة متاع صباح الماضي ساعة. طفل الحياة، طفل يلعب يقرأ يحلم يبدع، أولادنا فخرة بلادنا. أطفال الحياة على حياة فام، زهرة الحياة. أطفال الحياة على حياة فام، زهرة الحياة. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في هذه الأسبوعة الرائعة على موجات إذاعة الحياة فام. تابعونا على البوندا فام 90.3 على الراديو، ولا على الانترنت على لايف ستريمينج الحياة فام بوانيت، وتتفاعلوا معنا عبر الرقم الهاتف الموضوع لذمتكم 70 035 120. وانتم تتابعونا أيضا في تونس الكبرى، كل ولاية تونس الكبرى على موجات راديو بلاتينا فام 98.9. اهلا وسهلا بكم في اسبوعه الطفوله، اسبوعه الحياه. ونبض الحياه اليوم ياتينا من مدينه القيروان، تحديدا من طريق حفوز، من طريق حفوز وبالذات من المدرسه الاعداديه ابن هانا بالقيروان. معنا الاستاذه سنس السبوعي، مديره المدرسه الاعداديه ابن هانا بالقيروان. اهلا وسهلا. صباح الخير يا عبد المجيد، صباحك سعاده، صباحك تجدد مع هذه البراعه المتفتحه في هذا الصباح الما قبل ربيعي، ونحن نستشرف فصل الربيع. دونك سعيده جدا بتجدد اللقاء معك في برنامج الحياه كيدز. الحقيقه هذه كانت انطلاقه في عديد الحصص، أجل وهذا ثم استقللت بنفسك في برامج أخرى. أنا تلميذتك يا سيدي الفاضل. العفو العفو دائما. طبعا مرحب. هذا الفضاء كان هو فضاء التعارف بك سيد عبد المجيد فرحات، وكنت أنت المشجع الأول لي بالاستعداد إلى إدارة هذه المؤسسة التربوية. الحقيقة وكل أمل وكل رغبة في العمل لتجديد هذه الحياة في هذه المؤسسة. طبعا ولعيون الأطفال هذه البارقة والحالمة كما تقول أنت يا سيدي الكريم. نعم. يعني نضحي ونعمل بجد وكد حتى يحق لهم الحياة الكريمة. الحقيقة والمدرسة المدرسة يعني التونسية، المدرسة العمومية، لها كل الشرف يعني باش باش توفر الإطار الإيجابي باش نوفر حياة كريمة. والحق في التمدرس الكريم، الحقيقة صغيراتنا يستحقوا كل خير، هما ما نعرفش عدا عايشك ربي فضلك. نعملوا ذوكم إن شاء الله، إن شاء الله يوصلوا معناها سيحلقون في سماوات النجاح والتألق. تراهم نجوم الكل، وليداتك يعطيك الصحة إن شاء الله، إن شاء الله بقدرة ربي. الحقيقة نورتينا أستاذة سنس، ربي يخليك سي عبد المجيد، أنت إن شاء الله ديما منور في إذاعة الحياة، وأنت الحقيقة يعني لي الشرف أن يكون تلميذك. ولي الشرف أيضا أن نتفاعل معا من أجل القيروان، من أجل تونس، من أجل الإنسانية، من أجل الأطفال، من أجل هذا العالم الجميل، لنبني صرحا من المشاعر النبيلة والقيم النبيلة والمعارف والعلوم والفنون والأفكار إلى آخر ذلك. معي في الأستوديو أيضا المربي الفاضل الأستاذ هشام الطوالي، وهو أستاذ عربية بالمدرسة الإعدادية ابن هانا بالقيروان. سي هشام صباح الخير. صباح الخير سي عبد المجيد، تحية لي كل السادة المستمعين، شكرا على هذه الاستضافة. سعيد جدا بوجودي مع ثلة من تلاميذي، مع براعم تونس، براعم الحياة، برام القيروان بشكل خاص. نحن في أمس الحاجة إلى الانفتاح، انفتاح تلاميذنا على مثل هذه المؤسسات الإعلامية. نريد أن نبلغ أصواتنا، نريد أن نفيد ونستفيد من التجارب بيننا وبين بقية المؤسسات التربوية. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. وبأمثالك أستاذ هشام الطوالي يمكننا أن نبلغ ما نريد في هذه المؤسسة التربوية النابضة، النابضة حياة بكل ما فيها من إطارات تربوية وإطارات عمالية، من كتبة، من عملة، من محاضرين، من قيمين، من أساتذة، ومن تلاميذ، ومن أولياء من محيط المدرسة بحول الله العلي القدير. والمدرسة محوطة، وأنتم عملتوا قبل منذ باشرة الأستاذة سندس، أنتم عملتوا نشاط مع الكشافة التونسية، وهذا النشاط ستتلوه أنشطة أخرى ما فيش حتى شك. حبيت نسلم على وليداتي اللي جاوني اليوم، الأطفال الأفاضل محلاهم كما قالت الأستاذة سندس، العيون البارقة والقلوب النابضة الحالمة، بحول الله العلي القدير مش يحقوا مشروعهم، مشروع حياتهم في المؤسسة التربوية، مش ناخذهم اليوم في فقرة أنا أبدع وهم مبدعون. قبل كل شيء نحب نتعرف عليهم ونسلم عليهم. زينب الحارسي، صباح
السلام عليكم. على صباح النور، صباح الجمال، صباح الإبداع. ميرسي عايش. فنقسم لله. 7 سيسي 11 في المدرسة الإعدادية ابن وهاني بالقيروان. بالقير. تحب مدرستك؟ على الأخر. ها؟ تحب تراها مزيانة؟ أكيد. هاي رجعوها أزين مدرسة في القروان. بيانسيو أكيد. ها؟ نتعاونوا الناس الكل. أكيد. شو باش تعمل أنت يعني؟ مش يكون دورك أنت في المدرسة إذا كان حبوا مدرسة ابن وهاني تكون من أجمل المدارس في تونس. أنا على قد ما نجم أكثر حاجة نجم نعملها نتطوع، معناها أي حاجة نجم نعملها نتطوع باش نعملها. برافو برافو. وتقرأ لروحك أي، وتتحلى بالسلوك السوي والحسن، وتحاول تمرر الموجات الإيجابية لأصحابك. أكيد. اللي ترى صاحبك ما كان تقوله لا، راه الأفضل أن نكون على هذه الصفة وعلى هذه الحالة، وراي مدرستنا ونحبوها ومتاعنا وملكنا، وهذه مش تكون في تاريخنا. وبعديش توك تكبري انت تقولي مهندسة كبيرة ولا طبيبة ولا طيارجية، سوقنا في الطيارة ولا حاجة، نعملوا احنا جمعية قدماء ابن وهاني، وتكون انت عاد ماك القدماء تجيب لنا برشا فلوس عاد، ولكن المدرسة بعد 15 سنة ولا قمارش قديش ولا 10 سنين، وتكون انت اطار عالي هكا ولا نور هدى مبارك. صباح الخير، صباح الفل، صباح الخير، صباح الجمال، صباح النور، صباح البهي. اهلا بيك، نورتينا. اقرب شوي وعلي لك شوية المزيان عاد. صباح البراءة، لحكيت برشا براءة. تبارك الله عليها. نور الهدى، اهلا بيك. سلامة. قدم روحك عاد الجمهور يسمع فيك تو. ان اسمي نور الهدى مبارك. ادرس في معهد الاساسي ابن الاعدادية. المدرسة الاعدادية ابن وهاني. سبعة اساسي 11. شكون تحب تحيي اليوم؟ فرصة تسمع فيك العالم الكل يسمع فيك تاو. تحيي ما وبا وخوتي وعائلتي الكل ديما معايا مسانديني. ميرسي بوكو. وأساتذتي؟ أساتذتي؟ أي بيان سور أساتذتي. يا ميلا. ديما تحيي أساتذتي. صحيتي 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 صحيتي. توقع المجري. أهلا يا توقع. أجمل صباح يا توقع. عايشك. نورتينا يا توقع. تبارك الله عليكم اليوم خويا نبض جميل، جاينا من ابن وهاني من طريق حفوز القيروان. شكرا سيدي، شكرا. اي والله شكر لكم انتوما، لكم انتوما، احنا كلنا في خدمتكم، الاذاعه في خدمتكم، والمدرسة الاعدادية في خدمتكم، والمنظمات والجمعيات وكل مؤسسات الدولة في خدمتكم انتوما، باش انتوما تحققوا الاحلام الجميلة. وباش اما نحبكم يكون عندكم دور ايجابي في المؤسسة. طبعا. تقرا صحيح. طبعا. اما زادت تشع على المؤسسة التربوية. طبعا. محليها انا اذكر جيدا في وقت من الاوقات واحنا تيم ذات كنا احنا نعمل حملات النظافة، كان قبل ثم يوم يسموه يوم العناية والرعاية، انهار لحد هذاك يوم العناية والرعاية، كالتواول تتصلح، الحيوط تدهن، اي الشجر تتسقى، تعرف اللي سي يصبح نهار الاثنين الصباح في حلة جديدة جران ميناج وتبارك الله، معناها هذي صار ومازال يصير، ثم مبادرات وانتم تبارك الله عليكم في التشجير في التزويق في، وخاصة السلوك الحميد، السلوك الطيب. شكرا سيدي. السلوك الباهي خاصة، انتم تنشروا، علاش كنت حاب تسلم؟ أنا نعطي تحية لسي هشام. سي هشام طويل. أي شكر كبير برشا. شكر كبير اللي هو خاطر قرانا. بارك الله عليه. وبحق كنا نحن نحبوه برشا. هو يحبكم زاد. أستاذ. ونحيي أمي وبابا وخويا وعائلتي الكل. بارك الله على بنتي. ريتاج الفارسي. أهلا رتوج. أهلا. شو أحوالك؟ لاباس الحمد لله. ربي يفضلك. صباح الخير أيها الحضور الكريم. أي. شكرا جزيلا على هذه الاستضافة. يعانق عنينا الشعماء حقا، تتسابق الكلمات وتتزاحم العبارات لتقول لكم شكرا إلى أستاذنا وكاتبنا عبد المجيد فرحات. شكرا جزيلا، أنا نبادلك التحية. أنت نقطع عليك برشا كتاب أخرين، عنا برشا كتاب يكتبوا للأطفال وفي القروان قائمة طويلة، عنا برشا، عنا سي حسين الجبيلي، عنا سي حمدان الجبيلي، عنا برشا برشا برشا، وعنا من الشعراء، عاد الشعراء برشا بالقروان ما يبلاد الشعر، ماني نحكي لكم توا، عندنا مدام امين الزريق زاد كاتبه صاحبة دار نشر، نذكرها اليوم الصباح كنا بصدد الحديث عن مبادراتها في دعم الاطفال في نشر مؤلفات، معنا برشا برشا قائمه طويله، الى جانب شعرائنا الكبار عاد في تونس، في تونس وفي العالم العربي اليوم، من القيروان عندنا سي
منصف الوهابي، عن سي محمد الغزي، عن جميل المجري، عن اسماء كبيره برشا برشا، وانتم ان شاء الله تكونوا من الاسماء الكبيره في تونس العزيزه. الان نشوفوا لها، نشوفوا لها شربة ماء. ليه؟ نشوفوا لها شربة ماء. شكرا. خذ شربة ماء مع التتاع. وما يصيرش عادي طبيعي ان يحدث هذا. الكحه ما تشاورناش احنا، السؤال لا يستشيرنا. سي عبد المجيد يحب نعقب على كلمة بنتنا تقاع، تتسابق الكلمات الحقيقه هنا في قلبي، تتسابق النبضات والله العظيم. ما شاء الله انا فرحان بكم برشا، وبحول الله باش نجيكم احنا لمدرسه ابن هاني، فريق التقنيه كسي شاكر يسمع، الاستاذه امنه تسمع فينا، باش نجيكم ميقيت كامله ونشوفوا يعني ندقوا ونجسوا أو ترى قلوبكم بما تنبضوا حول هذه المؤسسة التربوية، كيفاش تحبوها تكون في عينيكم أنتوما وفي عينون في عينين الكليم ذات، كيفاش تحب تكون؟ وكيف نحول هذا هذه الأحلام إلى واقع؟ فلا بد من خطوات عملية. عندنا فقرة بعد حين على أية حال باش نتحدثوا في هذا مع يوسف الثيري وآدم ويوسف المجبري ورنيم المجري، باش نحكيو على أن أحلم كيف نريد أن تكون هذه المؤسسة التربوية، وكيف يريدون أن يكونوا هم في قادم السنوات والأيام. ومش يكون عندنا تواصل مع المركب الثقافي أسد من الفرات بالقيروان في إطار المهرجان الجهوي للموسيقى، وثم تظاهر حلوة برشا برشا توا قاعدة تصير في المدرسة الابتدائية عين غراب بحفوز، باش ناخذوهم بعد حين مع مراسلنا صديقنا الأستاذ عبد الحميد السلمي، ومن المركب الثقافي باش ناخذوا سي زبير العياري الكبير الصحفيين في إذاعة الحياة أفلام. نمشي توا، أنا أبدع مع زينب ونور الهدى وتقاء وريتاج، سيبدعون في مسرحة قصة قصيرة، يلا ننطلقوا. بعد خروجه من المعتقل بشهرين عاد إلى دار المعلمين يتدارك دروس التخرج، فأصبح أستاذا ثم باشر عمله بمعهد القصر، ومضى عقدين من عمره وانقضى من السنة الأخرى شهرها الأول، فرجع إلى مسقط رأسه، وبعد أسبوع عاد إلى عمله، وما إن بلغ باب المعهد حتى التقى بشخص على غير عادته فبادله قائلا: أنت فلان؟ نعم. تعال معنا، أنا ذهب إلى العمل، لا أستطيع مرافقتك حاليا. ها أنا أيضا أعمل، أنت في ضيافتنا اليوم. تعرف الأستاذ بحكم تجربته عليه فهم بتسليم المحفظة إلى زميلي، لكنه دعاه بالاحتفاظ عليها فتمتم بصوت منخفض: أصل المشكلة في المحفظة. فتوجه نحو مكتب التحقيق حيث كان الضابط صوتي جالسا، فبدأ باستجواب الضيف كسؤاله عن المسكن والهوية. ما هي انتماءاتك السياسية زمن الجامعة؟ ليس الانتماءات سياسية، أما سابقا كنت أنتمي إلى منظمة طلابية مرخص لها، فلم أمارس شيئا محظورا، فتم اعتقالي وبعد 4 أشهر خرجت ولم أعرف السبب لحد الآن. هل لازلت تقوم بنشاطات في قفصة؟ لا شيء سوى العمل. هل لازلت تتواصل مع منظمتك الطلابية؟ لم أعد طالبا، أنا الآن أستاذ. إلى أين تذهب كل يوم؟ كنت أذهب إلى المقاهي وأعود بعد العمل إلى المنزل وفي محطة الحافلات حين السفر. إلى أين تذهب؟ أين تسافر تحديدا؟ الذهاب إلى مسقط رأسي أكثرها. هل قمت بعلاقات جديدة في قفصة؟ نعم العديد من العلاقات. من هؤلاء؟ أعطني أسماءهم كلهم. سوي تلاميذي، ليست لي سيرة بغيرهم. أليس لديك علاقات بالأساتذة في المعهد الذي تدرس فيه؟ لا أتكلم معهم ولا أتواصل معهم. منذ متى وأنت تدرس هناك؟ حوالي عقدين أو أكثر. حظا موفقا في الخروج من هنا إذا. هل هنالك مشكلة سيدي؟ لم يجب الصوتي عن سؤالي، أخذ محور الاستجواب من آلة الركن وضحم وثائق أخرى وقال: يا أستاذ، نحن نتابع تحركاتك منذ مدة، منذ قدومك إلى هنا، وكن متيقنا. تنفس الأستاذ السعداء ولما هم بالمغادرة أخبره قائلا: لكنك مطلوب في أمر ما من قبل إدارة أخرى.
دخل موظف في زي مدني وقال: سأكون مسؤول عنك وسأراقبك خلال هذه المدة، فحذري من القيام شيء هكذا أو هكذا، هل هذا مفهوم؟ بقي الأستاذ ساعة تحت رقابة الموظف المكلف، خرج منه واستقال الحافلة، أخذ مقعدين متجاورين فتوجه نحو مركز سيدي البشير حيث كانت لهما سيارة ستنقلهما إلى ضاحية العمران الأعلى. بقي الأستاذ 4 أيام في غرفة آمنة العودة إلى دياره وعمله. بعد يومين أطلق سراحه فعاد إلى أهله واتجه نحو عمله مطمئنا سعيدا. فالأسواق التي قد تدوسها في يوم من الأيام ربما يكون بلاء من ربك، فلا تيأس، فكلما أحب الله ابتلاه. لا تيأس إذا تعثرت أقدامك وسقطت في حفرة واسعة، فسوف تخرج منها وأنت أكثر تماسكا وقوة. شكرا جزيلا، تصفيقة كبيرة كبيرة كبيرة، تصفيقة كبيرة عليها ما شاء الله، برافو. شكرا سيدي. لا نرى يعني ما أعجبني ما راقني هو هذه الطلاقة في اللهجة بالعربية الفصيحة المعربة. الأستاذ هشام الطوالي ما شاء الله، وجميل أن تطرقتم إلى هذه القصة التي تروي معاناة أستاذ قبل أن يباشر وهو طالب. نشكره كثيرا السيد مسيحي. طبعا، ومن خلاله نشكر كل أساتذنا الأجلاء في إعدادية ابن هاني دون استثناء، وفي قيروان وفي تونس في جميعها، والمربي حيثما كان، وارفع الرأس عاليا فأنت معلم جميل جدا، رائع رائع رائع. واصلوا استخدام الفصحى. وبالمناسبة أود أن أقدم تحية إلى تلاميذ المدرسة الابتدائية عقبة ابن نافع بطريق حافوز بالقيروان التي زرتها أمسي، وهم الآن بصدد المتابعة، لكن للأسف نحن لم نمرر الفيديوهات على المباشر على الصفحة، ولكنهم بصدد المتابعة. فالتحية إلى هذه الأسرة التربوية، إلى هذه المدرسة الابتدائية. المدرسة الابتدائية هي صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في عدد تلاميذها وكبيرة في نتائجها. ومن خلال المدرسة الابتدائية عقبة ابن نافع بالقيروان، تحية إلى كل المدارس الابتدائية في القيروان المدينة وفي أريافها وفي تونس الجميلة. ومن خلاله تحية إلى السادة المديرين، إلى السادة المربين، إلى السادة المتفقدين والمساعدين البيداغوجيين. تحية كبيرة إلى السادة الأولياء، إلى الآباء والأمهات اللي يسهروا على الصغيرات اليوم. كلفة الدراسة لم تبقى، ما بقاتش كلفة مادية فقط ولكن كلفة زمنية، يصاحبون أطفالهم ويعودون بهم وهناك وينقلونهم إلى فضاءات الترفيه وفضاءات الثقافة. فالتحية إلى كل أم وإلى كل أب، وهذه أجواءنا، أجواء الإيجابية، أجواء الإبداع. سنخرج فاصلا غنائيا ثم نعود بعد ذلك. مستمعينا الكرام ابقوا معنا، ما زالت هناك مفاجآت عديدة اليوم من إذاعة الحياة أفهم عبر موجاتها 90.3 أو عبر لايف ستريمينج الحياة أفهم.net. حلم الحياة عهد كمعسول الرؤى.